بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي طلبة السادس العلمي التطبيقي مرة أخرى، وسنكون معكم في شرح للسؤال الرابع من أسئلة الحجوم الخاصة بالسادس التطبيقي حصرا ضمن فصل الهندسة المجسمة. مخروط دائري قائم، قمت برسم المخروط، ولا عليك أن يكون هذا المخروط القاعدة. أنت تعلم أن القاعدة دائرية، ولكن إذا رسمنا القاعدة بشكل دائرة فلا يمكن أن يكون الرسم مجسم، فحاول أن ترسم القاعدة على شكل قطع ناقص، ومن ثم اختار المنتصف قدر الإمكان، ووصل 3 توصيلات من نقطة تقع فوق المنتصف مع طرفي هذه الدائرة ومع مركز القاعدة ليمثل الارتفاع. اخترت لكم أن أرسم باقي الرسم أمام أعينكم لكي تتمكن من رسم السؤال بشكل دقيق. مر برأسه مستوي فقطع قاعدته بقطعة مستقيم تبعد عن مركز القاعدة 8 سنتيمتر. اختر نقطتين ولكن هذه النقطتين بشكل مائل. اختر نقطتين لتكون هذه نقطة وهذه نقطة. إذن ضع المسطرة واختر هذه النقطتين بشكل مائل وقم بالتوصيل بين النقطتين بالصورة التالية، ومن ثم قم بإيصال هذه النقطة مع الرأس وهذه النقطة مع الرأس أيضا. إذن ستكون بالصورة التالية، إذن هذه النقطة سيتم إيصالها مع الرأس بالشكل التالي، هذه النقطة مع الرأس قدر الإمكان، وهذه النقطة أيضا مع الرأس بالشكل التالي. إذن هذا المستوي، فقطع قاعدته بقطعة مستقيم تبعد عن مركز القاعدة 8 سنتيمتر. إذن سوف نصل البعد هنا بين مركز القاعدة وهذا المقطع. سوف أقوم بتظليل هذا المقطع لأن السؤال في أغلبه يعتمد على هذا المقطع. في الامتحان بإمكانك أن تظلل المقطع ولكن بالقلم الرصاص. إذن قمت بتظليل هذا المقطع. هذه المسافة 8 سنتيمتر، مساحة المقطع هذه مساحة هذا الشكل البرتقالي 102 سنتيمتر مربع، وارتفاع المخروط يساوي 15 سنتيمتر، جد حجم المخروط ومساحته الجانبية ومساحته السطحية. إذن سوف أحاول أن أقرر الرؤوس A B C D E. انظر عزيزي الطالب، المعطيات والمطلوب إثباته أمامك ضمن منطوق السؤال مباشرة. سوف أنتقل إلى البرهان. أي بي عمودي على الدائرة، يمكن رسم مستقيم وحيد عمودي على مستوي معلوم من نقطة لا تنتمي إليه وأنه الارتفاع وطوله 15 سنتيمتر. إذن ممكن رسم مستقيم خارجي وطوله بقدر الارتفاع ونقفله من الأعلى والأسفل ونقول أن هذا هو طوله 15 سنتيمتر، أقصد به أي بي. نرسم بي سي عمودي على دي إي، والسبب في المستوي الواحد يمكن رسم مستقيم وحيد عمودي على مستوي معلوم، عفوا عمودي على مستقيم معلوم من نقطة معلومة، وتعلم أن طول البي سي 8 سنتيمتر حسب ما معطى في السؤال. إذن بإمكاني أن أرسم، لاحظ هنا النقطة المهمة جدا،
من نقطة A سوف أرسم أي سي عمودي على الدي إي، والسبب هو مبرهنة الأعمدة الثلاثة، مبرهنة 6 والتي تم دراستها في الصف الخامس العام الماضي. نص مبرهنة الأعمدة الثلاثة تقول إذا رسم من نقطة لا تنتمي إلى مستوي، أو عفوا إذا رسم من نقطة تنتمي إلى مستوي، هي نقطة B تنتمي إلى الدائرة، مستقيمان أحدهما عمودي على المستوي هذا والآخر عمودي على مستقيم في المستوي هذا، فالمستقيم الواصل من أي نقطة من نقاط العمود على المستوي يكون عموديا على ذلك المستقيم في المستوي من نقطة تلاقي المستقيمين. إذن سوف أستنتج بأن الـ AC عمودي على ماذا؟ عمودي على الـ DE، والسبب مبرهنة الأعمدة الثلاثة. بعض الطلاب يسأل يقول هذا المنطوق الذي ذكرته للتو هل يجب ذكره بالتفصيل بالامتحان الوزاري؟ سأبشرك بخبر سعيد، لا يجب عليك ذكره بالتفصيل، ويكفي أن تقول مبرهنة الأعمدة الثلاثة. إذن رسمنا الـ AB عمودي على المستوي، الدائرة تذكر يمكن رسم مستقيم وحيد عمودي على مستوي معلوم من نقطة معلومة ومن نقطة لا تنتمي إليه. رسمنا BC عمودي على DE، تقول في المستوي الواحد يمكن رسم مستقيم وحيد عمودي على مستقيم معلوم من نقطة معلومة، ثم تقول نرسم الـ AC عمودي على الـ DE، والسبب مبرهنة الأعمدة الثلاثة. سأكمل، بما أن الـ AB عمودي على الدائرة فأن الـ AB عمودي على ماذا؟ عمودي على الـ BC، والسبب المستقيم العمودي على مستوي يكون عموديا على جميع المستقيمات المرسومة من أثره ضمن ذلك المستوي. الجانب الهندسي انتهى في السؤال، سوف أنتقل إلى الجانب الرياضي. إذن الجانب الهندسي مكون من 4 خطوات لا تذكر غيرها، نرسم الـ AB عمودي على المستوي، نرسم الـ BC عمودي على الـ DE، نستنتج أن الـ AC عمودي على الـ DE حسب مبرهنة الأعمدة الثلاثة. إذن الـ AB عمودي على الـ BC، المستقيم العمودي على مستوي يكون عموديا على جميع المستقيمات المرسومة من أثره ضمن ذلك المستوي. سننتقل الآن إلى الجانب الرياضي، وعد معي عدد المثلثات التي سوف أتعامل معها الآن. المثلث رقم 1، مثلث اي بي سي، هذا المثلث لان الاي بي معلوم 15 ولان البي سي معلوم 8 سوف احسب الاي سي عن طريق شنو؟ اذن عن طريق فيثاغورس سوف نحسب الاي سي. كيف؟ مربع الوتر، هذه قائمة الزاوية، مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين القائمين. إذن سوف أقول أن الـ AC تربيع يساوي BC تربيع اللي هو 64 زائد AB تربيع اللي هو 225، سوف يكون الجواب كم؟ 289. إذن سيكون الـ AC يساوي 17 سنتيمتر. إذن المثلث الأول ABC عن طريق فيثاغورس قمنا بحساب الAC، مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين القائمين. إذن 64 زائد 225 أصبح 289، AC يساوي 17. المثلث الثاني، المثلث أي DE مساحته معلومة 102، ارتفاعه معلوم 17، سوف أحسب طول القاعدة DE، وأنت تعلم أن المثلث ADE عن طريق قانون المساحة سوف نحسب ماذا؟ سوف نحسب DE. مساحة المثلث
102 يساوي نصف في طول القاعدة دي اي في الارتفاع 17. اذا سيكون عندي 204 يساوي 17 دي اي، سوف استنتج ان دي اي تساوي 12 سنتيمتر. انتقل معي عزيزي الطالب الى المثلث الثالث. المثلث الثالث هو اي دي اي نفسه، نفس هذا المثلث المظلل المقطع، عن طريق قانون العمود النازل. سوف استنتج ان دي سي تساوي سي اي وتساوي 6 سنتيمتر. السبب ان العمود النازل من رأس مثلث متساوي الساقين على القاعدة ينصفها، بما ان طول القاعدة دي اي يساوي 12 سنتيمتر فان اي سي تساوي سي دي وتساوي 6 سنتيمتر. ابقى معي مع المثلث الرابع. اصبح لدينا هذا 6 وهذا 6، سوف نصل الدي بي. بما ان الدي سي عمودي على الدي اي فان هذا المثلث قائم الزاوية في سي، هنا 8 وهنا 6. إذن المثلث الرابع وهو دي سي بي أيضا عن طريق فيثاغورس. سوف نقوم بحساب من الدي بي. إذن سيكون عندنا دي بي تربيع يساوي 64 زائد 36 ويساوي 100. إذن هنا يؤدي إلى الدي بي يساوي 10 سنتيمتر. نحتاج أن نعرف نصف قطر القاعدة، وأصبح لدينا نصف قطر القاعدة معلوما وهو 10 سنتيمتر، لأن حجم المخروط يعتمد على الارتفاع الذي هو معلوم أصلا ويعتمد على نصف قطر القاعدة، ولكن المساحة الجانبية للمخروط تساوي نصف محيط القاعدة في طول المولد. ما هو المولد؟ الاي دي هو مولد، الاي اي هو مولد، فيمكن حساب المولد. اذا المثلث الخامس الذي سوف يتم التعامل معه انت مخير بثلاثة احتمالات. تريد ان تجعله اي سي دي، هذا معلوم وهذا معلوم. تريد ان تجعله اي سي اي. تريد أن تجعله ماذا؟ أي بي دي. اختر ما تشاء. في كل الأحوال مثلث قائم الزاوية عن طريق فيثاغورس سوف أحسب الأي دي. إذن هنا سوف أختار المثلث أي سي دي أيضا عن طريق ماذا؟ عن طريق فيثاغورس سوف أحسب أي دي. إذن مربع الوتر، هذا مثلث قائم الزاوية، مربع الوتر اللي هو اي دي تربيع يساوي 36 زائد 17 تربيع، هذا تم حساب 17 289. اذا سوف يمكن استخراج ان الاي دي سيكون قيمتها 5 جذر 13. بمجرد حساب الأيدي الذي يمثل طول المولد سوف يتم كتابة القوانين. أولا سوف تكتب قانون حجم المخروط. ما هو حجم المخروط؟ هو ثلث مساحة القاعدة في الارتفاع. القاعدة دائرية، مساحة الدائرة نصف القطر تربيع في النسبة الثابتة، إذا معناها نصف القطر تم حسابه 10، إذا 100 باي في الارتفاع يساوي 15. قانون المساحة الجانبية للمخروط تساوي نصف محيط القاعدة في طول المولد. محيط القاعدة القطر في النسبة الثابتة، أي أنها 20 باي في طول المولد تم حسابه 5 جذر 13. المساحة السطحية للمخروط يساوي المساحة الجانبية زائد أي 1
زائد مساحة القاعدة نصف القطر تربيع 100 باي في النسبة الثابتة. وبعد إيجاد نتائج هذه القوانين الثلاث ينتهي حل السؤال. إذن عزيزي الطالب، حاول إعادة الرسم بنفسك وانتهي من الجانب الهندسي المكون من 4 خطوات، ثم استخدم 5 مثلثات بشكل متوالي لإيجاد ما مطلوب منك. انتظرني بعد قليل لحل السؤال الخامس. في أمان.